وعن عبد الله بن عتبه بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ان ناسا كانوا ياخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الوحي قد انجمع، وانما ناخذكم الان بما ظهر لنا من اعمالكم، فمن اظهر لنا خيرا امناه وقربناه، وليس لنا من سليلته شيء، الله يحاسبه في سليلته. هذا دليل على ان الاسلام على الظاهر، وان الله يتولى السرائر، ومن اظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه، وان قال ان سليلته حسنه رواه البخاري. الى هناك.